اسعد الله وصباحكم مشاهدينا الكرام في كل مكان واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج طارق حياتي مع طارق السعود، النهارده حلقه مهمه جدا الصراحه بعد نجاح الحلقه اللي فاتت وتكلمنا فيها عن موضوع التعليم عن بعد وازاي عشان الفتره دي فتره فيروس كورونا والكل قاعدين في البيت وفتره حضرة منزلي موجوده وخصوصا قطاع التربيه والتعليم والطلاب والاساتذه، فموضوع التعليم عن بعد دلوقتي هو موضوع الساعه، اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن بعض النقاط لكن إن شاء الله هنخصص الحلقات الأربعة اللي جاية إن شاء الله الشهر ده كله عن موضوع التعليم عن بعد. مش هطول في المقدمة لأنه الناس كلها عايزة تسأل وعايزة تعرف يعني إيه التعليم عن بعد إزاي يعني أنا يعني بقدم الورقة البحثية بتاعتي يعني إيه موضوع الأكواد الرقم القومي رقم الكود بتاعي المنصات الإلكترونية بتاعة التعليم والمدارس كل ده هنرد عليه النهارده معايا النهارده الدكتور فاتن شاهين الإستشارية في تطوير المناهج وطرق التدريس صباح الخير يا صباح الخير آه. ومعايا كمان الدكتور نادر عبد الصبور محاضر متخصص في اللغه الانجليزيه صباح الخير يا دكتور صحيح. اهلا وسهلا بكم النهارده هنتكلم في موضوع اللي هو التعليم عن بعد وهنفصله بالتفصيل عشان في ناس كتير واولياء امور وعائلات شويه عندهم بعض يعني سوء الفهم لبعض النقاط الموجوده في موضوع التعليم عن بعد وازاي ممكن اكون مشرف على اولادي ازاي ممكن اكون مساعد لاولادي مش محبط ليهم وازاي ممكن اشجع اولادي ان هم يدرسوا ويقدموا الاوراق البحثيه اللي هي هتكمل معاها السنه الدراسيه الحاليه. فاول حاجه هبتدي مع الدكتور فاتن شاهين الصراحه يعني اتصالات كثيره الحلقه اللي فاتت كانت موجوده علينا وكمان على صفحه البرنامج على حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك بخصوص الحلقه وبخصوص موضوع التعليم عن بعد، فانا عايز اعرف ازاي نعمل التعليم عن بعد بطريقه جذابه ومسليه بعيدا عن الجفاف في المواد الموجوده. تمام انا برحب بحضرتك اولا و... 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 يعني وسعيده جدا بانه الموضوع ده بقى بيطرح على الساحه لانه هو مش علشان حصل في في, في خلال الازمه بس هو ظهر وظهر سلبياته اللي احنا لازم نشتغل عليها ونعالجها احنا بس كان معانا وقت شويه بس هو طبعا الظروف اللي احنا فيها خلت انه ما يبقاش في وقت نبتدي فورا تمام وده مش غلط يعني انا شايفه ان دي من مميزات المرحله الحقيقة مش من عيوبها أنه الطلبه ازاي هيتعاملوا مع الموضوع او المدرسين هو ده اللي احنا بنتكلم فيه انا بس عايزه يعني اوجه حاجه بسيطه جدا للطلبه لانه في طلبه كتير جدا متخيلين انهم خدوا اجازه والمشكله ان هم لما اول ما اول الموضوع الحظر ولما قعدوا في البيت افتكروا ان هم كده خلصوا وخدوا اجازه من قبل ما الوزاره تعلن اي حاجه او المدرسه تبلغهم باي حاجه تمام فجد أحباط ليهم فقد... أنه هيرجعوا تاني يدرسوا هم هيرجعوا تاني يذاكروا حتى الاهالي اخذت الفكره دي ما اعرفش ليه يعني انا 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 سمعت ناس كتير جدا متخيله ان السنه كده خلصت وحصل يعني تخ... يعني, يعني تصورات انه انه عشان الظروف دي احنا كده خلاص هنوقف مين قال إيه؟ احنا احنا ما احنا ما في البيت ولا ولا أخدنا اجازه احنا احنا صحيح قعدنا في البيت نظرا لظروف معينه بس احنا المفروض نفضل مستمرين في الشغل طبعا. ومدرسين كتير كتير جدا على فكره ما كانوش اشتغلوا في الموضوع او على الموضوع قبل كده وبيعملوا اقصى ما في وسعهم ان هم يحاولوا يعملوا الموضوع عشان يساعدوا الولاد وعشان يكملوا المنهج الدراسي وعشان يكملوا التعليم اللي المفروض الولاد ياخدوه كون ان هم اتفاجئوا بقى بصراحه يعني ده انا شايفاه إنه غير منطقي لانه انت المفروض كنت تكمل دراسه عادي جدا أه وقفت اسبوع اسبوعين نظرا للظروف خلاص احنا بنكمل فدي بس ايه ملحوظه صغيره انا لاحظتها في الفتره اللي فاتت عشان كده لما تقال بأنه في ابحاث وفي بروجيكتس وفي مشاريع هتتسلم وفي تقييمات على دلوقتي مش مع الاستاذ موجود يعني اه طيب هي الموضوع على فكره بسيط جدا واحنا يعني بنتهز الفرصه دي وبقول لان لأ احنا عاملين الموضوع ده فالنتيرنج يعني احنا عاملين الموضوع ده تطوع انا وفريق من افضل واكثر اكثر الناس مهنيه اللي موجوده على الساحه وفي زيهم كتير جدا واهلا وسهلا باي حد ممكن يحب ينضم للبرنامج البرنامج ده احنا عملناه اسمه education in a nutshell يعني يعني education من الاخر يعني يعني هتتعلم هتتعلم يعني ما, ما فيش حاجه ممكن توقف اي بني ادم عن انه يتعلم آه الـ الـ الفريق مسمينا نفسنا عشان الكوفيد 19 والـ والـ والهستيريا طبعاً والتخوف الفظيع من الكورونا لا احنا هنبقى كوفيد نايت تيم ف إيه 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 اه انه, إنه إيه لانه احنا حلم. لازم نتعلم في حياتنا ان احنا لازم نحا... يعني كل حاجه خلاص احنا في امر واقع ازاي نحوله بش... بشكل ايجابي يعني ناخد منه نحاول السلبيات لايجابيات هو ده المفروض يكون دورنا واحنا اديوكيتر يعني احنا ناس مربيين ومدرسين تمام. ومعلمين ويعني فاحنا اذا ما كناش احنا اللي هناخد الخط ده زي الدكاتره والقافله البيضاء زي ما بيطلقوا دلوقتي عليهم او ملائكه الرحمه او 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 ما هم دول الناس اللي, اللي هي بتـ بتـ يعني كل المهن مهمه جدا وكلها اساسيه جدا للمجتمع بس في اوقات وفي ظروف هي اللي بتبين بالظبط مين اهميه ايه الاهميه اللي لازم دلوقتي تظهر على الساحه موضوع التعليم ده موضوع مهم جدا وده اللي احنا هنتكلم فيه فاحنا الفيديوهات اللي احنا بنعملها او بنصورها او احنا بنشرح المناهج على فكره احنا تمام. مش ب... وبندرب المدرسين تمام. يعني سواء اذا مدرس مش عارف ازاي يعمل الموضوع ده بطريقه سلسه وبسيطه جدا من غير ما يتخيل ان الموضوع وراه ازمه كبيره ده احنا بنعمله انه ازاي المنهج يتشرح لان زي ما احنا اتفقنا وانا دايما بقول من سنين طويله جدا عمر ما المنهج كان كتاب ففي مصادر كتير من ضمن المصادر اللي هنقولها بقى دلوقتي أكيد كلها طبعاً. لكن هي بطريقه مسليه وسلسه وبسيطه وجذابه جدا وفيها انتر يعني فيها فيها تفاعل وتواصل تمام. مش قاعد بتسمعني طول الوقت وخلاص يعني هو آه دكتور نادر يعني آه اتكلمنا دلوقتي عن التعليم عن بعد وزي يبقى طريقة مسليه لكن حضرتك كنا بنتكلم قبل الحلقه وتناقشنا في موضوع مهم جدا ان هو ازاي نخلي الاستاذ او المعلم يحول الماده الورقيه لماده الكترونيه يعني لماده بتكون فيها فيها نوع من التفاعل مع الطلاب فممكن توضح لنا النقطه دي جميل هو ده بقى الترند دلوقتي ما بقاش فكره ان المدرس واقف وبيشرح قدام الطلبه الحاجات القديمه دي خلاص اعتقد انها انتهت من زمان ومش من مصر بس ده من الدنيا كلها طيب انا مدرس دلوقتي وقاعد في البيت والطالب قاعد في البيت هنتواصل ازاي هو اكيد معاه الكتاب وانا معاه الكتاب هو مش هيشوفني، طب هنعمل ايه؟ هنحول المحتوى الورقي البيبر كونتنت ده لديجيتال كونتنت بمعنى الكتاب المصمت اللي هو ورق هيبقى مجرد فايل على الكمبيوتر فيه الاوديو الولد بيسمع بيشوفني انا وانا بشرح له يعني ممكن جدا احط له لينك يشوفني وانا بشرح له الدرس يعني مقطع هو مقطع فيديو مقطع فيديو بيشوفني تمام. انا قدامه مه. مش بس كده ده انا بعد ما اشرح بعمل له اسسمنت كمان بعمل له تقييم يا ترى انت فهمت ولا لا؟ ومش هيقدر يخش على اليونت اللي بعديها الا اذا لما اوريدي يخلص الجزء ده تمام. يعني انا بديله المنهج بديله الفيديو بديله اوديو بديله اسسمنت بحيث انه حتى البروجرس بتاعه يبقى متعلم هو عارف هو بدا من فين وراح فين طبعا عايز اقول لحضرتك دي ترند من زمان موجوده يعني احنا مش بنخترعها او هي وليده النهارده يعني عايز اقول لحضرتك ان دور النشر الكبيره قوي بره بتنزل الكتاب نسخه ورقيه ونسخه انتركتف تمام اكسفورد كامبريدج كل الجامعات الكبيره دي منزله كل الكورسز الانجليش كده فالولد بيبقى عارف او الطالب عارف هو خلص يونت 1 علي يونت 2 علي يونت 3 هو عارف البروجريس بتاعه ومسجل وجوده جوه البروجرام وعارف هو ماشي ازاي فكرتنا احنا بقى كمدرسين ازاي نحول المحتوى الورقي الى محتوى الكتروني دي بقى النقطه المهمه دي النقطه احنا ده. عندنا سوفت وير باكجز كتير بتعمل الكلام ده هي للاسف غاليه جدا للاسف الشديد يعني في واحد منهم الاشتراك السنوي بتاعه يعدل الـ 1500 دولار تمام انما نشكر ربنا يعني الفريق بتاعنا قدر انه يعمل حاجات تقريبا مشابهه بنفس القوه ويعني ممكن نقول انها مجانا كمان يعني بتحتوي برضو على مقاطع فيديو وعلى نفس مقاطع صوتيه نفس يعني كانك البروجرام اللي انت عامله انا في حاجات انا عاملها اوريدي هبوريها لكم مره تحس انك فعلا جايب الكتاب ده اوريجينال ومن بره ومبالغ يعني هو بالظبط نفس الكونتنت الالكتروني اللي انا هشتريه من بره احنا نقدر نعمله هنا أنا هتخيل إن أنا عندي منهج بيولوجي مثلاً. 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 تمام. وبيشرح السيركيلاتري سيستم اللي هو الجهاز الدوري. طيب السيركيلاتري سيستم عنوان الولد هيكليك عليه هيشوفني أنا كمدرس البيولوجي بشرح له الدرس. صورة هو مش فاهمها هيكليك على الصورة هيشوف فيديو بيشرح له الصورة دي. كل ده المدرس بيقدر يعمله بيجيب نسخة الكتاب البي دي إف وبيحطها على البروجرام وبيعمل لينكس على كل الحاجات اللي محتاجة شرح أو محتاجة تفسير او توضيح او كده، كليك كليك ان الولد هيعمل كليك هينقله على طول على الجزء اللي بتشرحه فانا كده نقلت للولد اكسبيرينس كانه في الفصل كانه شايف المدرس وكمان هديله اكسرسايزز يحلها وبعد كده يقدر يتنقل مع طبعا. الاخذ نظر الاعتبار طبعا المرحله او الفئه العمريه للطلاب يعني الاطفال او الابتدائي ده حتى الاطفال يقدروا يعملوها بالظبط اه يعني, يعني على وسائل الايضاح او آه وسائل التعليم آه طبعا يعني لو ولد حتى جاست بيح... بابا ممكن يقعد معاه او مامته يعني حتى لو ولد صغير قوي مش قادر يستوعب ممكن بابا ومامته يقعدوا معاه او هو لو يعني احنا بنتكلم من ثالثه ابتدائي يقدر يشتغل ده لوحده لو اصغر ممكن بابا ومامته يقعدوا معاه يعني في كتب تلوين مثلا في كتب فيها اغاني هيدوس على الاغنيه، هيسمع الاغنيه، لا هيبقى في تفاعل اكتر تمام. يبقى انا كده قدرت اشغل حواس الطالب كلها، رؤيه و... وسمع وكلام وهو كمان بيتفاعل لانه بيحل اسئله. كمان التقييم بتاع الاسئله الولد بيتفاعل فيها تمام بعد كل تشابتر هنعمل امتحان. والولد بيصحح... بيحل الامتحان، الامتحان بيتصحح، بيقول له أخطاء ايه، بيديله له سكور هو نجح ولا لا، هو حل الامتحان ده في قد ايه، ويقدر يبعت الفيدباك كامل للمدرس اون ذا سبوت. تمام. يعني الولد ذاكر وفهم وشاف المدرس بتاعه وبقى في بينه وبين المدرس لينك وكمان عمل الامتحان وتصححه فانت خدت طيب كل هنا هتكون طيب. في نقطه هرجع عليها تاني بس هتكون طيب. في نقطه ان هي ازاي ممكن يعني آه يعني يكون امتحان او اختبار بس هرجع لك بعد ما اسال الدكتوره فاتن عن الموضوع دلوقتي اللي شاغل بال العائلات واولياء الامور هو موضوع آه الاكواد <applause> يعني ايه الكود بتاع الطالب المدارس دلوقتي مطالبه ان هي تزود الاكواد بتاعه الطلاب لل وزاره او المنصه البحثيه المتخصصه بالتعليم عن بعد. تمام. فممكن توضح لنا النقطه دي بصوره مفصله اكثر. آه اوكي انا بس استكمالا هو طبعا يعني دكتور نقدر متخصص في موضوع المناهج وانه التدريب وترفع على تمام. المنصه الالكترونيه في الاي <applause> يعني بس انا هزود بس حته بسيطه جدا لانه احنا ممكن الناس اللي بتسمعنا اللي مثلا ما عندهمش اوريدي النظام ده في المدارس او في المدارس اللي اللي هي مش دوليه انا يعني هو هي, هي هي مستر نادر يقصد ان هو اي مدرس يقدر يعمل كده سواء في مدارس دوليه او غيرها او المدارس الناشنال مدارس الوزاره مدارس الوزاره مع المناهج اي موضوع اي انا بس باكد على النقطه مش اكتر انه اي موضوع المدرس يقدر يقوم بنفس الحاجه لانه هو الكتاب هو مش هيكون اوريدي موجود على الانترنت لسه مش مفعل يعني يعني مثلا منهج الاحياء مثلاً. لو فا مثلا او منهج الفيزياء او منهج اللغه الانجليزيه لو فتح مثلا من على لينك الوزاره او كده هيجيب له معلومات بس المدرس لما يتمر يدرب على الموضوع ده هو نفسه هيقدر يعمل ال التصميم او الشكل اللي هو هيعرضه او هيديه للطالب فبالتالي هو مش هيبقى عنده مشكله في كده لانه هو السيلبس بتاعته بالزبط بالزبط للتعليم بالظبط كاهداف تمام كخطه تعليميه كتقييم كواجبات او اسايمنس او طلبات من من الولد فدي ما بتفرقش هي لو المدرس مؤهل ان هو يعمل الموضوع ده بشكل مهني وحرفي وعارف ازاي يشتغل الموضوع ما بيفرش من المدرسة المدرسة المدرس لمدرس كل المدرسين بيشتغلوا بالطريقة دي وفي ناس اشتغلت على نفسها من غير ما تاخد كورسز دول طبعاً قليلين بس أنا قصدي إنه لو عايزين يجودوا وعايزين يطوروا لما هيدخلوا على الفيديوز دي أو إنه هيروحوا حي حي المراكز دي لا هيعرفوا إزاي إن هم يطوروا نفسهم بشكل مفيد وهيبقى سهل وسالس برضو للطلب تمام. بالنسبة بقى لموضوع الاكواد ارجع لحضرتك هو باختصار شديد علشان ما, ما توهش الناس هي الوزاره بعت للمدارس لينك معين رابط تمام انه يدخلوا منه يكليك يدوسوا عليه يدخلوا يديهم فورم كده ده طيب للمدرسة مش لأولياء الأمور للمدرسة المدرسة بس نفسها آه تمام. تمام فهو مبعوث وممكن لو أولياء الأمور دخلوا على المنصة بتاعة الوزارة هيلاقي ده موجود يعني هو سواء عن طريق المدرسة عشان تسهل بس الموضوع أو عن طريق دايركت إن هي مباشرة عن طريق, طريق, طريق لك بيديهم فورما فورمات كده يملوها هو ال ال الاساس الـ يعني اساس انك حضرتك تدخل المعلومات علشان تاخد يطلع لك الكود هو الرقم القومي اللي بيبقى موجود في شهاده الميلاد بتاع الولد من فوق تمام. هو ده اللي بيدخل بيه وبعد كده بيرجع لك يديك كل الاجوبه على يعني يقول لك بعد كده خطوه بخطوه انت هتعمل ايه؟ وانا كنت الاستاذه مروه هي اللي مسؤوله عن الموضوع ده حاليا في الرد على بالنسبه للفريق يعني في الرد على تساؤلات سواء الطلبه او اولياء الامور في الموضوع ده وانا هي بعتت فيديو هنشوفه بعد أو شوية او تسجيل صوتي تمام. لو اي حد سمعه هي ماشيه بالخطوات خطوه بخطوه وحتى اذا ممكن نعمل معاها اتصال تليفوني علشان تفهم الناس برضو ايه الامور ماشيه ازاي لكن هو اي حد هاي هاي هيفتح الصوت ده هيمشي معاه واحده يعني خطوه بخطوه كانها قاعده معاه بس انا بختصر الموضوع في انه هو الرقم القومي انه يدخل الرقم القومي بتاع الولد والكود هيبقى رقم برده وهيطلع له هيبعت لك كود الكود ده احتفظ بيه هو ده هو ده الكود, الكود بتاعه زي رقم الامتحاني, دا أو, دا رقم الامتحاني او رقم كرسي زي الامتحاني. رقم الامتحاني أو تمام تمام يعني تمام. خلينا نقول ان هو زي رقم الجلوس هو ده اللي هيدخل ولي... اه يس يس هو آه. ده تمام طيب ارجع على موضوع وسائل الايضاح وتحويل الماده من هي ورقيه لماده الكترونيه او فيجوال بالنسبه للطلاب واحنا تكلمنا وصلنا لغايه نوع التقييم الامتحان طب لما انا هعمل امتحان عن بعد طب ايه المعايير اللي انا همشي عليها؟ يعني هل ممكن يعني ممكن هيكون امتحان اه امتحان الكتاب المفتوح يعني عشان الطالب برضه هيرد على اسئله، هيكون امتحان مباشر لايف مثلا اساله مباشره، هيكون اه امتحان يعني من يعني من نوع الكتابي انه يكتب ورقه بحثيه، وازاي اضمن ان هو ما يكونش فيه مثلا غش او مثلا تحايل او اي نوع من انواع دي عشان اضمن ان الطالب ده وصلت المعلومه الصحيحه. <applause> هجاوب على حضرتك بس ارد على موضوع الاكواد ده تمام انا الطلبه بتوعي ما عندهمش اي مشكله في الكود. ليه بقى انا احد البرامج اللي انا بستخدمها اوريدي بيدي للولاد كود واوريدي في الانسر شيت بيكتب الكود فخلاص هو عارف يعني ايه كود ويعني انه بعد كده بيتعامل بالكود مش باسمه تمام الولد كتب الكود بتاع اللي هو 5 ديجيتس او 6 ديجيتس زي ما احنا بنحدد خلاص بقى عندي انا في الفايل بتاعه بكل ال اللي هو عملها بكل الاناليسيز بتاع الامتحانات بتاعته من داي 1 اخر يوم في المدرسه انا عندي الفايل بتاع كل طالب فاحنا لو دربنا الولاد من سن صغير على الموضوع ده لما يطلع ثانوي ويبتدي بقى النظام الالكتروني ده مش هيحسوا باي مشكله خالص لانه اوريدي عارف يعني ايه ديجيتس ويعني ايه كود ويعني ايه الولد بيتعامل بالكود فالدنيا هتبقى بسيطه قوي الناس عامله راو جامد قوي دلوقتي ومشكله على الموضوع ده يعني هي الحاجه مجهوله حاجه جديده مجهوله لسه مش عارف آه. انا بقول أنا, آه. انا لما علمت ولادي من ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي على القصه دلوقتي بالنسبه لهم هتنزل مبسوطين لانه اوريدي هم فاهمين يعني ايه كود وفا... طبعا في الاول كان في مشكله طبعا والاول برضو كانوا مش عارفين يعملوا البابلنج صح والكلام ده كله بس دلوقتي خلاص هم في اولى ثانوي وكبروا فالموضوع بالنسبه لهم سهل. اما بالتقييم بقى انا احد البروجرامز عندي بيخليني احط الامتحان زي ما انا عايز. تمام عايزه ليميتد تايم ماشي. عايزه سبيسيفايد تايم ماشي. عايزه مالتيبل تشويس ماشي. عايزه انسر ماشي ماتشنج ماشي وات ايفر يو لايك كل الاوبشنز موجود حتى لو عايز تعمل ارتكل وانا اصلحها له او اسي وانا اصلحها له كله موجود فكل انواع الاسئله موجود بس انا بميل اكتر للام اس كيو اللي هي الاختيار من متعدد تمام ليه بقى لان الاختيار المتعدد بيقيس مدى فهم الطالب مش حفظه بالظبط يعني انت تمام. ممكن تلاقي الفول انس الفور انسرز تبكتل. والفرق اس مثلا الفرق كوما الفرق داش يعني حاجات ممكن تعدي علينا كلنا <applause> فدايما دلوقتي عايز اقول لحضرتك ان الترند في حتى في الماسترز يعني كنا بنعمل ماسترز مع جامعه في امريكا كبيره قوي كانوا بيمتحنونا مالتيبل شويس. صح. والاوراق البحثيه دي بتقييم لوحده يعني انت بتعمل ريسيرش بيبر دي حاجه وانت عشان تعدي الكورس بتاعك بتعمل مالتيبل شويس واونلاين يعني احنا كنا بنبقى في القاهره والامتحان بتعمل في امريكا. تمام. <applause> وباون تايم ثلث ساعه 40 سؤال في تلت ساعه حتى لو الكتاب معاك مش هتلحق. صحيح. يعني تمام. انت هنا مهاره المدرس انه يحط الامتحان ازاي ايفن لو اوبن بوك انت مش هتلحق انت لازم تكون مذاكر انت هتكون متاكد بالزبط. ان الطالب ده يعني شايف الكتاب وقاريه تماما وفهمه عشان يرد وانا على وانا ال... بختبر فهمك وتقييمك وتقديرك للماده مش حفظك تمام ما الحفظ يبقى احنا طلعنا جليب ستودنتس احنا بنسميهم كده كده حضرتك عارف الاكسبريشن ده تمام. طالب طيب بغبغان بيسمع بيحفظ حضرتك فاكر هحكي لكم قصه لطيفه قوي من سنتين ثلاثه كده جبت ثانويه عامه انجلش كانت الجمله كده بالظبط I fell down while 20 eyes were looking at me. اوكي okay. 20 eyes. طيب السؤال جاله how many people were there? 10 20 وهكذا. طبعا هم 10 لان 20 eyes equals 10 people. تمام. عايز اقول لك ان 90% كتبوها 20 people. 20 people. <applause> ليه؟ لانه مش متعود يفكر. هو متعود بلام لا 20 شاف في الامتحان هي هو هي هو ده الرقم. وعايز اقول لك تمام. ان للاسف الوزاره مشت 20 صح لان لقينا 90% من الناس كاتبينها 20. فاحنا الطلبه بتوعنا للاسف قلب تمام دلوقتي حنرجع على نقطة مهمة آه اللي هي موضوع الفهم وموضوع القراءة للمنهج يعني حضرتك هل بتشوفي انه إز يعني ازاي استفيد من المنهج المقرر وهل يعني الزامي يكون موجود كتاب مقرر ازاي استفيد منه وازاي اطور معرفتي عشان افهم المادة اللي انا بدرس فيها آه كويس قوي السؤال ده هايل على فكرة إيه إيه طيب انا برضه ح... يعني اشرح الموضوع كده في خطوات بسيطه طيب. دلوقتي انا اي ماده علميه موجوده عندي مقرر او منهج وعندي ليه كتاب عشان انا هتكلم عن ال 60% اللي بتاعي بيحصل في المدارس او اللي موجود مه. اوكي طيب انا هتكلم عن وظيفتي كمدرس الاول لان انا لازم كمدرس او كمدرسه لازم أنا يبقى عندي الآلية ولازم يبقى عندي القدرة على إن أنا أقدم المعلومات اللي في المنهج دي اللي المفروض الولد في السن ده يعرفها بطريقة بإسلوب وأنا لو ما عملتش كده أبقى أنا ما نجحتش في رسالتي كمعلمة. تمام. تمام؟ فأنا دلوقتي قدامي كتاب أنا زي ما بقول لحضرتك أنا هستخدم كل المصادر اللي موجودة في الحياة علشان أوصل بالمعلومة للطلبة. فانا كتاب على عيني وعلى راسي ما انا في معلومات وفي وفي رؤوس موضوعات وفي وفي طريقه شرح او طريقه تقييم او انشطه او تقسيمه معينه تقسيمه معينه ما فيش اي مشكله انا هاخد المواضيع دي وهشتغل عليها لو انه هجيب لهم عليها يعني حضرتك دلوقتي لو في اي موضوع احنا دلوقتي واحنا قاعدين كده انا جات لي اي معلومه انا مش بسرش عليها يعني احنا كمان عندنا دلوقتي اليات التواصل مع العالم كله والوصول لاي معلومه اسهل بكتير من لما كنا بنعمل زمان وبنقعد نفتح في كتب كتيره جدا وبجد المقرر الكتاب كان بيبقى قد كده علشان احنا لازم نلم فيه معظم المعلومات اللي موجوده لان كناش عندنا الفكر ده يعني عملناه في الجامعه كنا بنعمله في اللغات لكن مش في كل المواد فانا النهارده كمدرس انا المفروض ان انا يبقى عندي كل الريسورسز كل الـ كل الـ المصادر المعرفه اللي ممكن تكون موجوده مكتبات ابحاث مقالات مقالات علميه مجلات علميه برامج تلفزيون افلام وثائقيه او افلام على فكره عاديه كتب مراجع موسوعات وإنترنت كل دي مصادر بص بقى حضرتك انا في الاخر هقول لك الانترنت عشان ما يبقاش حجه حد اصل ما عنديش انترنت والانترنت بتفصل تمام طبعا. فانا دلوقتي طلعت لك ماتيريال احنا ناس بنعمل تصميم منهج احنا بنصمم المنهج وبنطوره يعني لو قدامنا منهج احنا بنطوره أي فكره دي 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 عايزه مش لازم دراسه طويله عريضه وماجستير ودكتوراه انا بس تعرف الفكره الموضوع البروسس بتاعت الموضوع ماشيه ازاي انت اعمل لنفسك هتاخد الفريم ورك او ال... الشكل الاطار العام لل... لل... للموضوع وهتدرسه انت وهتقدم هتتواصل مع الولاد بالشكل المتاح لك علشان تخليهم يفهموا المعلومه دي دلوقتي موضوع الابحاث ما اللي هيخليني انقل على موضوع الابحاث والمشاريع والكلام ده انت لو بتشتغل مم يعني منذ الصغر على موضوع المشاريع والابحاث برضو الناس ما تتخضش لانه هو في معايير للبحث أنا عايزة إيه من البحث؟ إيه هدفي؟ اتعلمت إيه؟ رأيي إيه في الموضوع؟ فهي ليه معايير؟ إذا أنا اشتغلت على المعايير دي ولازم يبقى المدرس أصلا فاهمها وهشغل الولاد عليها. أنا ممكن أخد البحث على فكرة من مصادر مختلفة زي مثلا زي ما بقولها أفلام وثائقية، موسوعة، آه، ناشيونال جيوجرافي. إيه إيه طلعوا يعني يعني اذا مش بتفرج عليها التلفزيون طلعوا على كتاب الكتاب اللي هو متصور كل بيت فيه كتاب سمارت متصور فون على شكل انا با 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 يعني أصير. كتاب متصور فيلم متصور مم. معلومات تقراها على فكره بقى عندنا مصادر المعلومات كتير جدا اذا مش عارفين نجيب هارد كوبي في ايدينا أه هتجيبها على على الانترنت هتروح على حد يساعدك يعني انا مثلا بيت عندي مثلا ما فيهوش انترنت وما فيهوش حد بي بيفهم, بيفهم قوي المتنف. في الموضوع خصوصا المراحل اللي هي آه آه مثلا اولى اعدادي ثانيه اعدادي سته ابتدائي اللي هو اللي هو السنين اللي هي شويه ممكن ولو ان الولاد كلها دلوقتي ما شاء الله عليهم يعني يعرفوا يتعاملوا ازاي مع التكنولوجيا 100% ليه بنيجي عند الموضوع ده وبيحسسوني ان هم لا الدنيا صعبه والموضوع مش عارفين ندور وكذا عايزين مساعده اه عايزين مساعده عايزين ارشاد اه عايزين ارشاد في المدرسة لازم توفر الموضوع ده المدرسة لازم توفر واحد في الاي تي او واحد في التكنولوجي يقدر يساعد الولاد ويقول لهم بس تو يعني ان هم تمام. يوجهوهم ازاي لكن هي دي بالنسبه للمدرس مصادر المعرفه اللي هيحضر منها المعلومات اللي هيديها للأولاد الكلام ده منطبق على كل المدرسة مثلا مثلا هتقولي طب الفيزيكس يعمل ايه لا الفيزيكس على فكره هو علشان يشرح قانون مش ضروري يلتزم هو الكتاب هيجيب لك ايه عشرة اكسبيرمنت مثلا انت المفروض ان انت تطبق عليها وتوازن عليها تجارب تانية على نفس ال... قياس السرعه مثلا طب هو مديك مثال اتنين تلاتة انت مطلوب منك من غير حاجة من غير الظروف اللي احنا فيها من غير البحث مطلوب من المدرس انه يطلب من الطلبة ان هم يجيبوا تلات نماذج كمان غير التلات نماذج دول عشان هم يشتغلوا عليهم في جروبات في, 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 في مجموعة تمام فده على سبيل المثال يعني تمام طيب دكتور نادر يعني في دلوقتي بنتكلم عن مواضيع المصادر الموجوده على الانترنت طبعا في كثير من المواقع أه اللي هي معتمدة وفي برضو مواقع غير يعني معتمدة أو بتقدم معلومات غير صحيحة يعني مثلا في ناس كتير يعني, يعني هي فاكرة أنه موقع ويكيبيديا معتمد هو مش هو مش معتمد خالص مش الموقع مؤتمر. ده لأنه هو أصلا موقع مبني سوص. على كتابات الناس الناس هي اللي بتكتب وبتتعدل فكل واحد بيكتب يمكن مش متأكد من التاريخ أو مش متأكد من معلومة العلمية فهل إزاي ممكن أعرف المواقع اللي ممكن تساعدني وتكون دقيقة إلى حد حد كبير وفي عمليه البحث بتاعتي في التعلم عن بعد. تمام. على موضوع ويكيبيديا ده كنا واحنا بنعمل الماسترز يعني اللي كان بيحط ويكيبيديا اصلا كسورس كان بيتشط. بالظبط. ايوه بالظبط. على فكره مش بيهزروا. ويكيبيديا مشكلته انه واخد شكل من انسايكلوبيديا بس هو اوبن سورس. يعني انا ممكن النهارده هكتب ارتكل عن حضرتك انك كنت رئيس جمهوريه مصر لمده 17 سنه. وعادي جدا. فاي حد بيكتب اي حاجه في الوكيبيديا فهي انريلايبل ات قول نيجي بقى للمصادر القويه طبعا الايجيبشن بانك اوف نولج ده رائع جدا 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 وعليه كل المواقع القويه وعليه بريتانيكا وعليه اوكسفورد انا اعتقد ان الايجيبشن نولج بانك ده دلوقتي ناس كتير قوي بتحسدنا عليه مصدر موثوق جدا مصدر جداً. يعني معتمد آه جدا يعني اه يعني اللي عايز اي معلومه اتفضل حضرتك يعني كتر خير الحكومه بتاعتنا وفرت لنا مصدر معرفه بيكلف الاف الدولارات شهريا تمام فانت ما لما عندكش حاجه تمام. طيب ما عرفتش تدخل عندك بريتانيكا اللي هي الموسوعه البريطانيه المشهوره تمام. بريتانيكا دوت كوم خش واعمل سيرش على اي ارتكل هتطلع لك بكل مصادرها ودي مصدر موثوق منه جدا عندك الجرايد المحترمه عندك الجارديانز عندك المصادر برضو دي الى حد ما موثوقه شويه السي ان ان البي بي سي وخش بقى على الجامعات الجامعات المختلفه زي هارفارد زي ومكتباتهم في كمان سايت برضو يعني الناس كتير مش بتعرفوا اسمه اركايف دوت اورج اسمه ايه؟ اركايف دوت اورج اوكي اركايف دوت اورج ده معمول مع مع بيل جيتس يعني هو ممول السايت ده وفي اكتر من حاجه بتاعت 20 30 مليون مرجع فانت بتخش على اركايف دوت اورج وبتكتب سيرش على اسم الكتاب او اسم المرجع اللي انت عايزه تمام غالبا هتلاقيه تمام وهتلاقيه فور فري لان بيل جيتس بيدفع لهم فهم عاملين سكانر عاملين ديجيتال كوبيز لمصادر كتيره جدا او حاجات ملهاش حقوق نشر فانت لو عايز اي معلومه مستقلة قدامك اركايف دوت اورج قدامك بنك المعرفه المصري قدامك مواقع الانساكلوبيديا الانسايكلوبيديا ونسيب ويكيبيديا خالص يا ريت <applause> يا لان فعلا فعلا فيها فيها ارتكل مغالطات جدا مم. يعني مصر. بيحط معلومات معرفش بيجيبوها منين بصراحه تمام فبلاش بلاش ويكيبيديا خالص ممكن تمام. تاخدها كانك عايز تعرف مش انما تعتمد عليها توتالي لا خالص في بحث او لا تمام. يعني خالص احنا يعني كانوا بيتكراس على البحث وبنترفد تمام في عندي اتصال من وليه امر صباح الخير الو صباح الخير صباح الخير اتفضلي يا فندم لو سمحت عايز اسال المدرسه على البحث بتاع رابع ابتدائي اتفضلي يا فندم معاكي على الهواء اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لو سمحتي اعمل ازاي هو بحث بتاع رابعه ابتدائي هي شكل البحث ومتطلباته لسه هتعلن على صفحة الوزارة لكن هو حضرتك هتلاقي فيه خطوات معينة أو طلبات معينة بالبحث وطبعا ده رابعة ابتدائي فهو برضو بيتم مراعاة السن والمرحلة العمرية والمرحلة الدراسية اللي الطالب فيها فهو هتلاقيه بيسال اسئله اللي هو هيفتح حي... الكتاب وي... ويقعد يذاكر فيها ويقرا المعلومات اللي موجوده فيه علشان يجاوب على الاسئله، فهي هتبقى في يعني شكلا يعني عباره عن اسئله بس اسئله مش مش هت... مش هتبقى مش هي... مش سؤاله هيرد عليه بجواب مثلا باراجراف او او قطعه مثلا اربع خمس سطور حسب المعلومه هو هيقول حي... حي... له ازاي يجيب المعلومه دي وايه الحاجات والدروس وال... وال... والشكل اللي هيصيغ فيه البحث عشان يتقدم وعندك في يعني طريقتين يا اما يبعتها على صفحه او منصه الوزاره او منصه المدرسه اللي هيعلن عنها برده او إنه هو هيسلمها يدا بيد للمدرسه. شكرا لاتصالك مرسي جدا اتصالك طيب دلوقتي عم نتكلم عن الابحاث هل في ابحاث مطلوبه دلوقتي عن عليها الوزاره ولا لسه هم الابحاث خلاص يعني اتطلبت بس انه شكلها هيبقى ازاي تمام. وايه بالظبط الموضوعات اللي, هي اللي هت هيعرض فيها المفروض ان هم هي هيقولوا الكلام ده حسب المرحلة العمرية والمرحلة السنية للطلبة طيب احنا شوية هنسبق الحدث شوية ونسألك انت هتتصور شكلها هيبقى ازاي؟ آه يعني هل في تصور عندك انه في طبعا آه في طبعا تصور هو في فرق بين البحث والمشروع تمام آه اوكي ال ال البحث ده هيتم عن طريق انه في معايير بحثيه تمام طبعا في مراعاه لانه في ناس اول مره تسمع عن الموضوع ده فهو حتصاغ بطريقه ان يعني انا مثلا دلوقتي اول مره ب ب ناس بتسال عايزه اعمل لهم بحث واول مرة في حياتهم يسمعوا عن الكلمة دي واول مرة يعرفوا ازاي يعملوا احنا في مدارس كتير جدا متعودة انه اوراق المراجعة او ملزمة المراجعة بالاسئلة بالاجوبة الاولاد بيروحوا يذاكروها وييجوا يتسالوا الاسئلة دي يحطوا الاجابات حفظ حفظ كويس آه. فهي في حراعي الموضوع ده فانا حاسال السؤال مثلا عن جزء معين من المنهج الفكره ان هو لازم يقرا الكتاب ويذاكر لو احنا بنتكلم على الكتاب ما احنا دلوقتي مضطرين ان احنا نتعامل ما فيش غيره خصوصا تمام. في السنين دي تمام. احنا هنقرا الكتاب وهنقرا كويس قوي سواء في الـ في, الـ في الرياضيات سواء في الانجليش سواء في العربي سواء في علوم كل سوى. المواد هتقرا الكتاب كويس جدا وتفهمه كويس جدا وهتحل الاسئله والأمهات هو كل الكتب على فكره فيها اسئله وانشطه فيها كل حاجه هحل الانشطه اللي موجوده جوه الكتاب دي وهحل الاسئله دي كويس جدا وافهم ايه الموضوع لما البحث هيبقى عباره عن اربع خمس اسئله هل اربع خمس اسئله انا هجاوب عليهم بسطرين ثلاثه وانتهينا؟ لا هي هت ه... هلم بيها يعني شويه معلومات عن الموضوع بالظبط هشوف بحيث انه يبقى إيه؟ اه بس حراعي انا ب... ب... بصم... مصممه على كلمه مراعاه الظروف الموجوده ان احنا بنتنقل فورا نقله نوعيه من من هنا لهنا فانا م... وفي مش ظرف استثنائي. وفي ظرف استثنائي وفي استثنائي مش بك... مش بقول ان هو م... ح... ه... هينجح او ضمان ان هو هيعدي او كده لا بالعكس لانه اللي هو هو المفروض ان هو لغايه يوم 15 مارس اخذ جزء كبير من المنهج بشرح في في الفصل بمدرس بحصه بكذا فانا على الاقل لغايه الفتره دي لا انا هحاسب يعني بال بالظبط يعني تمام مش طيب هناخد الاستاذ هاني صباح الخير يا استاذ هاني طبعاً الخير يا استاذ طارق تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتوره فاتن والاستاذ نادر اهلا وسهلا بيك يا فندم اتفضل اهلا بيك احنا النهارده يعتبر في اول تجربه لامتحان الثانويه العامه اونلاين تمام تمام ون... ولا ثانوي و... ون... والبنات او الطلبه بداوا من الساعه 8 للساعه 10 فوجئنا والطلبه شغالين ان موقع الوزاره قفل على الناس تمام تمام, تمام. فحضرتك الدكتوره فاتن بتقول ان الطلبه بتتدرب انا موافقها الراي تماما بس مش فجاه كده مجرد ان احنا في خلال كام شهر او كام اسبوع عشان ظروف مرينا بيها نبدا الكلام ده المفروض ان الكلام ده سب تدريبات واختبارات وتجربه مره واثنين وتلاتة، فهل الوزاره تسمح بحاجه زي كده او هيبتدوا يشتغلوا على الكلام ده ونشكل لحضرتك تمام دكتور فاتن سؤال حضرتك. أه... طيب أنا هجاوب على أستاذ هاني وياريته كان فضل معانا شوية على الخط لأن أنا كنت هبقى عايزة أسأله من وجهة نظر حضرتك إيه البديل؟ تمام يعني إحنا في ظروف حصلت وظروف إستثنائية واضطرينا إن إحنا نوقف زينا زي العالم كله بس عشان العالم كله أو جزء كبير من العالم عشان ما عممش عم يعني الموضوع قوي كده لأن لسه في مناطق على فكرة حتى في أمريكا ما ما بتشتغلش قوي بالاونلاين يعني عشان بس الناس ما تبقاش واخدة الفكره انه 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 الناس معدية بزمان واحنا لسه مثلا لا يعني هو مناطق كثير في مناطق كتير لسه ما اشتغلتش بده 100% بس احنا طبعا مش عندناش بيه خالص يعني احنا في فاحنا فانا بس عايزه اساله طب ايه البديل يعني ها ها هنقع ها يعني ها يعني الـ 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 الناس اللي معترضه انا بس كل الفكره انا معاهم ومقدره وانا من اولياء الامور واللي ممكن أكون بعاني من, من مواضيع زي دي بس انا لو حد سالني طب انت عايز عايزه ايه؟ يعني ايه الحل؟ <applause> نقعد الولاد في البيت ونقول لهم كده تمام خلاص وشكرا ولا ناجل لهم المعلومات المفروض ان احنا هندرسها لهم السنه دي للسنه الجايه ونحط عليهم لود ولا لما يخلص الظرف اللي احنا فيه نشتغل في اي وقت من السنه حتى لو احنا بدانا في الصيف يعني انا بس عايزه انا على فكره ما عنديش مشكله ان انا اجد حلول يعني اجد حلول بديله انما ان انا اعمل اي تصرف ويجي عليه اعتراض الوزاره تعمل اي تصرف علشان تعالج الموضوع او أو, او مواجهه ازمه ويجي الناس بتعترض عليها انا طب انا لو, لو انا بعمل كده اي حد هيسالني طب ايه البديل لازم يبقى عندي فكره بقى في تمام اطرحها تمام البديل ايه ما انا مش ما هو ببص حاجة عشان بس نبقى متفقين أنا شخصياً واحدة من الناس ضد إنه السنة تضيع الأولاد، ضد إنه الناس تاخد تفتكر إن هي في أجازة ومش هتذاكر وإنت هنا كده. لا في مذاكرة موجودة وفي ضد إنه يتاخد الأداء ده واللي الوزارة عاملاه ده شيء رائع، كون إن الناس خدت فكر مسبق إنه إحنا مش هنعمل كده براحتهم، يعني ده شيء يرجع له. تمام. فالتطبيق معلش بس أكمل لأنه التطبيق الأونلاين اللي الوزارة عاملاه أنا بس عشان كل ال معارضة الموضوع انه انه طب ده اول مرة طب ده اول مرة ما احنا قلنا ان هيتم مراعاة الكلام ده كله ما هو اول ما لازم ده يبقى فيه في الحياة اول مرة يعني عشان صح نبتدي صح. وده ظرف وحصل تمام معانا مريم اتصال من مريم صباح الخير يا مريم صباح النور صباح النور انا عايز اسال الدكتوره سؤال عن البحث تفضلي اتفضلي آه دلوقتي انا واصحابي عاملين مجموعه بس احنا عايزين نعرف لما كل واحده فينا هتدخل بالكود بتاعها دلوقتي ازاي إيه لما احنا هندخله بالكود ازاي اللي بيعلم هيعرف ان احنا مجموعه لما كل واحده هتدخل بالكود بتاعها اه شكرا اتصالك يا مريم اوكي هو الكود علشان انه تسجيل الولاد في برنامج الوزاره او انه الناس تبقى كل واحد زي زي الاسماء بالظبط طيب هم لما هيقدموا ورقه البحث هيقولوا ان هي دي المجموعه يعني انا في مجموعه من خمسه هما دول أسماء هم دول اسمائهم بالاكواد بتاعتهم فانا لما ارفعها للمنصه وأبعتها انه هو هي هيظهر للي بيصلح إنه الكترونيين هم مشتركين في الورقه البحثيه أه دي بالظبط مشتركين الموضوع البحث كذا فريق البحث فلان وفلان 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 بالكود بتاعهم بالرقم بتاعهم بموضوع البحث تمام طب احنا عندنا فيديو النهارده عن عن طريقه التواصل مع المكتبه الافتراضيه او الخطوات اللي بنتواصل فيها مع ال الحقيقه هو في على فكره كامل ممكن الناس تدخل عليه في اي وقت طبعا عن طريق طبعا هنطلع منه بس حته طرق. صغيره وهنشوف بعد آه. الفاصل ده هنرجع مرتين لكم موضوع التعليم عن بعد خليكم مع الفيديو المهم ده مشاهدينا الكرام النهارده هقدم لكم شرح توضيحي لبعض النقاط اللي بتهم كل من الطالب والمعلم وكمان ولي الامر النقاط دي هتوضح لنا اولا الطريقه صحيحة للحصول على كود الطالب مع توضيح بعض المشاكل البسيطة اللي واجهت ولي الامر في الحصول على الكود ده ثانيا كيفية التسجيل بالمنصة الالكترونية الاولى وهي المنصة الخاصة بالمناهج التعليمية اللي ممكن يحتاج لها طالب لاستكمال المنهج ومراجعة ما سبق من دراسته ثالثا التسجيل بالمنصة الالكترونية الثانية والمنصة دي خاصة بكيفية التواصل بين المعلم والطالب للوصول لاستكمال المشروع البحثي والمطلوب للتخرج، أولا عشان نحصل على الكود الخاص بالطالب هنروح على محرك البحث جوجل وهنكتب الرابط ده، الرابط ظاهر أمامكم وهيكون في صندوق الوصف للفيديو. هنروح على محرك البحث جوجل ونكتب اللينك ده هيظهر لنا الشكل كالتالي في اول خانه في الرقم القومي هنختار الرقم القومي الخاص بشهاده الميلاد الطالب وهو مكون من 14 رقم من اليسار الى اليمين ولابد اننا نتاكد من انه 14 رقم وانه مكتوب من اليسار الى اليمين بعد كده هنختار تاريخ الميلاد السنه والشهر وكمان اليوم في محافظه الميلاد هنختار محافظه الميلاد المذكوره في شهاده الميلاد اسفل شهاده الميلاد وهي المكان اللي تم اصدار شهاده الميلاد منه بعد كده اختيار النوع وبعدين نسجل تسجيل الدخول المشكله اللي واجهت بعض اولياء الامور في الموضوع ده هي ان كان بيظهر لهم رساله بتقول البيانات غير صحيحه البيانات غير صحيحه ليه لانه الطلاب دول كانوا محولين من مدرسه الى مدرسه اخرى وعند التحويل تم نقل الطلاب باجراءات الورقيه ولكن لم يسجل الطلاب الكترونيا وبالتالي الموقع الالكتروني لم يتعرف عليهم وبالتالي ظهر لهم ان البيانات غير صحيحه عشان نحل المشكله دي لازم نرجع لاداره المدرسه وشؤون الطلاب علشان يتعاونوا مع الاداره الخاصه بيهم ويحصلوا على الكود يدويا وده بيتم تقريبا خلال 48 وهذه عوده معكم مره اخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو القصير طبعا هنحط الفيديو ده برضو على صفحه حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك عشان الناس تدخل عليه وتستفيد منه معايا اتصال من من استاذه مروه وهي من ضمن تيم الدكتور نادر والدكتور فاتن صباح الخير استاذه مروه مرحبا خير مستر طارق ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، تفضل يا فندم. مبدئيا ارحب طبعا بدكتور فاتن منوره الشاشه ومستر نادر. دي استاذه مروه اللي عملت التسجيل الصوتي اللي هي تمام. الخاص بالاكواد اللي لسه حضرتك عارضه. تمام عرضك. اهلا وسهلا بيك، اتفضلي يا فندم. طبعا يعني احنا بنمر بظروف صعبه جدا في البلد بس الظروف دي يعني هتفرق جدا جدا بجد في التعليم ان في طفره هتحصل تقنيه عاليه جدا في التعليم. والناس بس لازم تبقى هادية شوية و... ونراعي التغييرات اللي بتحصل في البلد وناخد الموضوع بشكل ايجابي يعني الناس ما تاخدش الموضوع بشكل سلبي على قد ما هو في اجزاء ايجابية كبيرة جدا جدا هتفرق معاهم قوي واتمنى اصلا ان التعليم عن بعد يبقى مش مش مرحلة مؤقتة زي ما الناس بتتصور ويبقى بعد كده مرحلة بداية للتقدم مش مرحلة مؤقتة بنمر بيها في البلد وبعد كده تنتهي يعني اتمنى ان الناس كلها بصراحه يبقى عندنا طبعا الاعلام والسوشيال ميديا عليهم يعني عامل كبير جدا جدا ان هم ياخدونا من 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 جزئيه بسيطه احنا كنا فيها والنمط الكلاسيكي مثلا للكلاسز والتعامل مع الطالب لنمط تاني غير كلاسيكي اللي هو الاي ليرنينج اللي هو تعليم عن بعد بس اتمنى الناس كلها موضوع الاكواد لو حد عنده اي سؤال الموضوع بسيط جدا جدا زي ما هو مشروع الفيديو هو حضرتك كمان يا استاذه مروه موضحه كمان خطوات البحث وازاي بتتبعت سواء الكترونيا او يعني للمدرسه او عموما ازاي ده الخط نعم. المبدئي اللي هو السيكولوجي اتكلم عنه اصلا في الفيديو الخاص الاول المبدئي اللي هو نزل بيه وبعد كده ان شاء الله هينزل بالتفصيل خطوات محدده للشرح التفصيلي لخطوات البحث وان شاء الله نعمل عنه فيديو برده وأنا بس عايزه الناس ما تقلقش والناس تبقى هاديه جدا لان الموضوع بسيط وان شاء الله ان شاء الله, الله بسيط نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. ان شاء الله ميرسي لجهودك يا استاذه مروه احنا موجودين وحضرتك موجود والصفحه موجوده آه اكيد يعني طبعا هنخلي مش, مش ان شاء الله ان شاء, شاء الله هنخلي الموقع هنخلي الفيديو ده على الصفحه والناس كلها هتدخل عليه وتشيره اللي حتى يستفيدوا منه سؤالي الاخير في الحلقه هيكون الدكتور نادر الناس كلها طبعا معجبة أو بتميل للنموذج الأمريكاني أو السيستم الأمريكاني في التعليم رغم ما فيه من مآخذ ونقاط سلبية وفي ناس كتير واخدة النقاط السلبية دي من غير ما تعرف فأنا عايز أعرف من حضرتك إيه هي النقاط السلبية أو مساوئ النظام السيستم الأمريكاني في التعليم الموجود في مصر والناس واخدها من غير ما تعرف أو حتى ممكن تعرف تمام إحنا واخدين الأمريكان سيستم على أنه باب خلفي للهروب من سنة وللاسف بقى الطلبه اللي هم مش قادرين على الثانويه العامه بيحاولوا الامريكان سيستم لانه سهل وهننجح وهناخد الدرجات والدنيا هتمشي والسات الاس اي تي ده امتحان سهل كله تشوز وهننجح وهنخلص. للاسف احنا كده واخدين أسوأ ما في البروجرام. تمام الامريكان سيستم مش ثانوي بس الامريكان سيستم بادئ من كي 1 كي جي 1 يعني وهو عباره عن سلم بنبني عليه الانفورميشن لغايه لما نوصل جريد 12. تمام هم مش عندهم كتاب وزاره. يمكن دي معلومه من الناس كتير ما تعرفهاش الامريكان سيستم قائم على حاجه اسمها سي سي اس اس اللي هي اللي هي الكور كريكولم فور ستيت ستاندردز ايه ده يعني ايه يعني انا الولد في اولى ابتدائي هعلمه طرح واسم وضرب وجمع مثلا ايا كان الكتاب ايا كان المنهج انا ماليش دعوه انا ليا ان يعني الولد يطلع تاني ابتدائي عارف الاربع عمليات دول <applause> في الانجليش هيعرف يكون جمله مظبوطه يعني ايه ضمائر يعني ايه فيرب ايا كان الكتاب انا ماليش دعوه المهم هو يطلع من الوقت ده عارف الكلام ده تمام. فكل مرحله وكل سنه ليها اهدافها في كل المواد انجلش ماث بايولوجي كله وهو ده اللي احنا المفروض نتعلمه ان احنا مش ماشيين بمنهج على قد ما ماشيين بفكره او ماشيين بمبدا تعليمي ان هو لما هيطلع لي ثانويه عامه او جريد 12 هيكون عارف كل ده فهو نظام تراكمي لو سنه وقعت منه السيستم كله باظ تمام طيب. فهو ده ده الصح فعشان كده هم بالنسبه لهم التعليم مش مجرد منهج احنا قائمين على ست مراحل اللي هم بلوم تاكسونومي ودي مره هنبقى نتكلم يعني ايه الموضوع ده, ده مهم جدا فانا طيب على فكره كل المدرسين بدون قطع كلام لازم يعرفوا الكلام كل المدرسين لازم يكونوا عارفين الكلام اللي مستر نادر بيقوله ده البروجرام حضرتك لو سالت كم واحد عارف الموضوع ده تمام. ودي مسؤوليه المدرسه على فكره آه. ان هي لازم تخليهم يدربوا على الموضوع ده سوري يا مستر اه نيفر هم كمان الـ 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 بيقولوا احنا واحنا داخلين 21st century <applause> لازم يكون عندنا C's. <تصفيق> <تصفيق> فور سيز فور حرف السي يعني تمام ايه الفور سيز دول؟ الوالد لازم يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز مهارات تواصل عنده كرياتيفيتي عنده ابداع عنده كولوبريشن آه روح الفريق روح التيم عنده كمان حاجه بنسميها كريتيكال ثينكينج مش يو uh, يعني ان انت لازم تختبر كل معلومه ما فيش حاجه اسمها taken اس granted أه. مش بدل مدرسي قال ان مصر حدودها كذا يبقى ده صح لا اي هاف تو تشيك اه هو أه. مدرسي وكل حاجه بس انا لازم انا كمان اتاكد من المعلومه دي فاحنا عمرنا ما بنطبق السيستم ده على اولادنا ده انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في الاي سي مثلا بندي كورسز يعني ايه thinking مع ان دي مهاره الولد المفروض ياخدها في المدرسه صح. يعني هو المفروض يخش الجامعه هو عنده يعني ايه كريتيكال انا في مدرستي مثلا في احد المدارس كنت بعلمهم يعني ايه كريتيكال ثينكينج وكنت بصمم اديهم معلومات غلط في احد الحصص عشان يقولوا لي تاني يوم مستر لا انت المعلومه دي غلط قول لهم برافو عليك انت كده صح ما مفيش حاجه اسمها المدرس قال كل حاجه اه, آه. طبعا احنا لازم برضه نعلمه يبقى في ثقه في المدرس بس الفكره انه يكون عنده كريتيكال ثينكينج فالسيستم الامريكاني قائم على ده ممكن تعمل لهم تشالنج بده ممكن تعمل لهم تحدي ده انا كمدرس عشان برضه الناس ما يحصلهاش يعني لخبطه في الموضوع لا انا ممكن كمدرس حضرتك تقول لهم انا هديك المعلومه دي؟, دي كذا روحوا باش اتشيك أه؟ عليها وطلعوا لي ف... ايه ايه الحاجات اللي انتوا انت, انت بق... كده لو طبقت السيستم انت طلعت ولد فعلا قادر على مواجهه التحديات قادر ان يخش ال 21 بقوه عنده كل المهارات الشخصيه والفرديه للنجاح مش محتاج ياخد كورسات بره هو اوريدي اتبنى فهو ده السيستم الامريكاني حتى حضرتك اكيد عارف ان هم في امريكا بيخلصوا الهاي سكول وبيشتغلوا ما بيخشوش جامعه خلاص مش محتاج جامعه في حاجه انا اوريدي عندي كل الكواليتيز اللي تخليني اسد في كارير العمل تمام بس دكتور انا لازم نادر ادرب المتدربين مع الأول. وقت الحلقه لا انا بس بقول لازم الفضلية. ندرب المدرسين على ده, ده تمام تمام آه. تمام الدكتور نادر عبد الصبور محاضر خاص في اللغه الانجليزيه شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده في ده. بس مفاجاه عايز اعلنها المفاجاه يلا مفاجاه 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 <applause> اتفضل <إحنا تصفيق> المؤسسه بتاعتنا بتقدم تريننج للتيتشرز يعني لكل المنصات الالكترونيه اللي هم عايزينها احنا هنسيب كل بيانات التواصل مع حضرتك وعلى صفحه البرنامج هنحطها على صفحه اي البرنامج حد برضو. عايز يعمل الكورسز احنا اهلا بيه كمان في كورسز للإنجليش سواء للطلبة أو للعاملين برضو اللي عايزين يطوروا الإنجليش بتاعهم عشان سوق العمل اللي عايز ياخد الأربع مهارات دول إحنا برضو بنقدم الكورسات دي كل ده بس عشان نساعد الشباب بتوعنا ونساعد المدرسين بتوعنا إن هم يخشوا القرن الواحد والعشرين دكتور نادر شكرا شكرا جزيلا لك الدكتورة فاتن شاهين أخصائية وتشريعية في تطوير المناهج ميرسي جدا لوجودك معنا النهارده أنا اللي بشكرك جدا يا مستر طارق بشكر القناة والسادة المشاهدين وأتمنى إن إحنا نكون فعلا أفدناهم بأي حاجة والتواصل مش هينقطع أي حد محتاج أي حاجة يا جماعة إحنا موجودين وإحنا إن شاء الله الحلقات اللي جايه برضو معانا مع بعض وهنتكلم بتفصيل ممل جدا عن العمليه التعليميه عن بعد وايه هي مساوئها والايجابيات وازاي ممكن نستفيد منها باحسن صوره. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لحسن المتابعه والاهتمام، تابعونا على صفحه حياتي مع طارق سعود على الفيسبوك وهنزل كل الفيديوهات اللي شفتوها النهارده في الحلقه وكمان ان شاء الله هتكون الحلقه اللي جايه مخصصه برضو لموضوع التعليم عن بعد. اتمنى لكم سعيد ومع الف سلامه.